الحد واحد ضد واحد، دي تدريبات حصريه دلوقتي قدام حضراتكم من تونس. الاهلي اخيرا يعني نزل يتمرن اهو، سعد سمير، حسام عاشور، محمد هاني، شريف اكرامي، ميدو جابر، حمودي. انا بقول لكم اللي انا شايفهم يعني. وسع كده سعد شويه. سعد مش سامع. سعد ماشي. وليد سليمان شفته مخبي مين؟ ده مخبي وليد سليمان. سعد مخبي وليد سليمان. وليد ان شاء الله هو الفيصل بكره. اسلام محارب. يا رب يا رب يا رب. اكرم توفيق، باسم، مروان. مروان ولا صلاح يا كابتن؟ احنا خلينا متفقين لو في سرعات في الجزء القداماني لا صلاح هيبقى في صالح النادي الاهلي، فبنقول صلاح. لكن يمكن خبرات مروان ممكن تكون افضل، لانك في وقت من الاوقات محتاج تبقى محطه للي جاي من تحت، فده اعتقد مروان مروان ممكن يكون الانسب. يعني مروان عايزه يبقى محطه بس، ولا عشان ممكن يكون بيعرف يدافع كويس يدي حريه لويد سليمان ان هو يعني يخطف الاثنين مساكين شويه، مروان بتحركاته اللي تحت نزوله تحت ينزله معاه يدي حريه لويد سليمان، ولا ممكن صلاح نستعمله في حاجه، صلاح محسن نستعمله في حاجه، شايف ايه؟ هو ضروري يا كابتن هنحتاج الاثنين في كامل المباراه يعني منقسمين مش مع بعض. على حسب هو المدير الفني بداية المباراة عنده هتكون ايه. انا متأكد تماما انه هيتكلم على التأمين. اول 10 دقايق يا كابتن دي اخطر 10 دقايق لفرقة الترجي. زي ما قلت لحضرتك الجماهير اخطر 10 دقايق. اخطر 10 دقايق. عشان كده لازم يبقى في يقظة في تركيز كامل. لان هيكون في هجوم ضاري من البداية. والجمهور بيدفعهم لكده. اول 10 دقايق يبقى في تامين دفاعي. في ال10 دقايق او الربع ساعه الاولانيه دي يا كابتن ميدو لو عندي السرعات ويبقى في تركيز على حاجه محدده بيقولها المدير الفني للعيبه في الجزء القداماني، هي دي الفتره اللي هتبقى مامن نفسك فيها واللي تقدر تجيب فيها هدف. يعني هيبقى في اندفاع قوي جدا من فرقه الترجي، يعني ده وضع طبيعي جدا يعني. لكن انا يعني شايف يبدا بمروان. زي ما قلت حضرتك مروان عنده الجزء الدفاعي ممتاز جدا في الكرات العاليه، في الضربات الركنيه والضربات الثابته بيعملوها بشكل قوي وبيطلعوا بيشدوا وبيزقوا، لان اجسامهم ما شاء الله حاجه 180 وطالع يعني. فمروان هتحتاجه على الاقل في الفترات العصيبه اللي هي بدايه المباراه زي ما احنا متفقين يعني. هتحتاج صلاح محسن في الجزء الثاني، يبقى في انهاك في تعب ممكن ترميه ورا الباك رايت، يقدر يشتغل وسط الاثنين مساكين اللي هم ضعاف زي ما احنا متفقين. فتقدر تستغله في السرعات، او لو فكر المدير الفني العكس ابدا بالسرعات في البدايه احرز هدف وبعد كده وهكذا. انت بتحبذ ايه يا كابتن؟ انا شايف احنا محتاجين دفاع قوي في اول 10 دقائق ربع ساعه. وبالتالي ال10 لعيبه لازم يبقوا تحت الكوره وعندهم حتة الدفاع بشراسة. ممكن باتريس كالترون يا كابتن يفكر عكسنا؟ يفكر ان هو يخطفهم في اول 10 دقايق دي؟ بص كابتن ميدو، ولا مش وارد؟ لا كل شيء وارد. دي وبتحصل عند المدربين بقى اللي هم فكرهم عالي قوي. انا بفاجئ المنافس وبفاجئ الغير بحاجة غير متوقعة ممكن تحسب لي الموضوع، بس ده بيبقى ريسك يعني. بيبقى ريسك وفي مباراة نهائية بطولة كبيرة زي دي بيبقى صعب انك تاخد الريسك ده من البداية، لكن ده وارد. وارد، والاجانب الحقيقة قلبهم ميت في الحاجات دي يعني. لكن انا ما اعتقدش ان الاهلي هيبادر بالهجوم. يعني بالهجوم بشكل كبير، لا اكيد هيبقى له تواجد هجومي، لكن من خلال حاجة مدروسة، من خلال استغلال مساحات، من خلال استغلال سرعات. قد نفاجئ ان لا مروان